عليه كرهت بلوفر كان لسه التكس قناة ينزل يشترك ويفعل سير الجرس عشان عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا بتوحشونا جدا جدا والله. انا فرحان النهارده وعايز اقول لكم خبر جميل اللي احنا النهارده رحنا عند خالته. احنا النهارده عند اختي هتلاقوا الدنيا متغيره والخلفيه متغيره. احنا دلوقتي العشاء ماشي اول مره تحصل بالليل يعني بالليل شويه. هناكل ايه بقى؟ هناكل برجر فراخ برجر لحمه زنجر وايه وديله كل فريق معاه علي معاه 5 كايزر و5 فينو. احنا معانا 6 فينو عشان محمد زودت له واحد زنجر وهنشوف هياكل ايه من يعني احنا زايدين عن علي رغيف واحد بس زنجر هنشوف وان شاء الله ده هنبقى محكومين بيه. احنا ولا علي انا وميدو ولا علي هتبدا بايه؟ انا عايز شطه حره شطه حره بوظت الكاتشب. خلاص بقى نكمل. هو انت هتكسب يعني ولا يلا هتاكل ايه بقى؟ اجيب لك سنكر. سنكر؟ سكر. برجر الفراخ محمد هياكل سنكر. امسك وامسك الحاجات دي شويه وانا هاخد برجر لحمه هحط معاه الكاتشب والمايونيز والشطة. انا من هوايات الشطة يا جماعة. عايز شطة يا علي؟ بسم الله. اتفضلوا معانا يا جماعه. انا نسي علي؟ لا لا عشان مداري محمد. عشان ما يبقاش قدام وشك خليه كده. والله يا جماعه اكله طبعا جميلة. انا اتعودت على المكسب خلاص واستحليته. مفروض. معرفش مناديلها حطها مخبيها مننا. يلا كل. خلاص حبي. شطة. 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 وكتروا له الشطة. محمد فاهم الشطة وحشة صح يا ميدو؟ يلا يا دلول. عايزة عطلة. هتسابكوا هتسابكوا. نعم. ولعت السندوتش يا جماعة. يا ماما عايز اقول لكم ان الطعم حكايه جميل قوي يا لولو. استنيت يا فندم. هقفلك يا محمد. ما تسلوني في بيتنا كنا بنتغدى الساعة 4 لو اتأخرنا قوي تبقى 5 صح؟ صح. هي هنا تعذبنا. انت جاي الساعة كام؟ شفتي؟ انت جاي الساعة كام؟ علي يقول لي جاي تعذبنا. مش احنا قعدنا نلف وكلنا كده؟ هو ماما عشان حطيت لي شطة مش كتير باردة. الله يا شوشو يا قمر. يا بنتي يا شوشو يا مسكرة. كل حن صحتك مش عجباني.
كان حمطار حلو. وقطن ببقك ما تقطعش بايدك. همبرجر الفريك كفاية يا علي. خليك في التقيل الاول الكايزر. لا معنى يعني باخد واحد اخدت واحد همبرجر فراخ واحد همبرجر لحمة او واحد واحد استريبس. ايه عاملين لنا تشكيلة. ده عشان تعطلنا. هنكسبها محمد. شكلك لا. نكسبها يا جماعة نكسبها. ده الأسد. ايه رأيك يا ماما في همبرجر الفريق؟ صح؟ ده جاهز يا جماعة. هذه شيء طبعا الأسد العبد اللي يعني كل واحد معاه علي معاه خمسة كايزر وانا خمسة جايزر هو خمسة فينا واحنا ستة فينا. بقي عايز المطافي. ده وصفات الطعم ايه؟ عندي حاجة ساقعة نعناع. شفت النعناع بيتقطع فيه والله؟ أول مرة نعرف يا جماعة. دايت شيت وبعد كده تعويضوا مني ان انا اللي هكسب ان شاء الله. مش عارفه احس ان انت هتقول لي بلو. والله بتحلم. بتحلم يا جماعه والله. انا لسه كسبانه امبارح. كسبة تحدي كده على ما نوصل. عشان مش معايا. والله لو معانا الشيبس بالملح افتح نفسي. بابا قال ننزل وكلها. ليه محمد؟ انسحب. انسحب؟ انت كملي ولا انسحبتي؟ انا شغاله ده انا حابه الاكل جدا. بس كده ظلم. احنا بقى قلبنا ايه؟ ما نخليكم جميعا. هكمل معاك. لا شبعت خلاص. محمد اكل سندوتش قبل ما نبدا وانا بحمر فعشان كده شبعان. خلاص شبعت خلاص يا قلبي. هتشجع مين يا محمد؟ ماما يا ده ماما نعيش سوا يا نموت سوا. نعيش عيشة فل. انت حب؟ انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه يا جماعه عشان انسحب؟ بس اكله حلوه. انا مش شاطره. بتغدينا وبتعشينا. نصحى. تاخد الزنجة؟ كام لقمة؟ ممكن ناكل الزنجة اللي جوه. ماشي.
ايه؟ واحد عمل بصل. بينبت. شفت ازاي؟ لمحت. خيال ظهر قدامي. شافك اللي مش عامل لايف شايف؟ شايف ايه محمد؟ شايف واحد مش عامل لايف. عندها حبة هوا يا جماعة؟ فاكر ان ساكنة في الدور الثامن بقى؟ والهوا ايه؟ احنا مش مشغلين مراوح كمان. وعلى البحر؟ البحر ايه؟ نبص كده نبص نشوف البحر. قولي مراتها. تعالي. ده انا مراتك حبيبتي. تعالي امسح حبيبتي. انا شبعت بجد. امسحوا. انت حرة. حد يقف قدام الاسد؟ لا. كلها شاطر. ما تحكيش كل. شجع محمد الاسد. يلا. شجع الاسد. علي هتاكل؟ ما انا شغال. طب يلا. ما تاكلي انت ماكل. ده هتنسحب قول مكمل قول. انا الاسد اهو. يا غلبك يا شوشو. يلا يا اوكي. يلا عارفين انا بقى هخسر ليه؟ عشان انتوا مش بتشجعوني وتقولوا شو 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 شو. انا الاسد اهو. حسيت اللي انت فكرت الحصان. والله يا جماعة يوم انا كنت في السر اول ما الاسد طلع كنت خايف منه. انت بس؟ ماما كمان قعدنا نصوت لبابا عشان يطلعنا من السر. كان يوم علي يقول لنا ما فيش حاجة وانا ومحمد نصوت روحنا. فاكر؟ بس المرة الاخيرة ما خفناش. اللي عايز يعمل تحدي ما يعملش زندر بيعطل جامد. امال يعمل ايه؟ كلم صحابك. حبايب قلبنا والله. عامل صوتك. حبايب قلبنا. والله ما قادر والله ما قادر. تنسوش اللايك. محمد واحنا بنحمر سندوتش في اخر سندوتش ما قدرش يستنى. كنا جايين الشقه ما استغديناش. علي حرام عليك. اكلت ايه؟ انتوا عارفين انا اصلا في العادي باكل غير كايزر. ما عرفتش تلاقي على نفسها ليه؟ بلعاني نشوفه. انسحب. هم هم هم. انسحب. خلاص انت حرة. اوه من البريسة اهو. والله يا جماعة أنا ما قادر. عارفين والله مش عارفة أنا ليه ما أتكلم. والله ما عارفة أنا مش بتكلم. كل يا بابا. مش هاكل إلا ما آكل. أصلا أنا كسبان. يا بابا ممكن تنسحب وأنا أكمل. أه. هتكمل. أنا اللي كسبان. هتكمل. أه. طب يلا. كملي يلا. يلا. ها
طب كمل. انت مالك ومالي؟ ايه اللي مالك ومالي دي؟ ردوا انتوا يا جماعه. انا باكل فوق من اكل لسه اهو. كمل. ماشي مكمل. لايك شير. ده عايز تنهي الفيديو. خلاص يا جماعه. ما عرفتش يحصل. عارفه والله. وهي خايفه تتعاقب. لو هو كان اخذ لقمه كنت انا هنسحب. والله يا جماعه حطت حكم في دماغي وعاكب ورقه بس عارفين للامانه هو المفروض تعادل. ليه؟ لان انا قعدت اقول له كل وانا اصلا ناويه انسحب. يبقى خلاص تعادل. وهو اكل اكتر. والله ما كنت اخد لقمه ثانيه. لو كان سحب لقمه كنت هقول انا اللي انسحبت. فعشان ان كيدهن عظيم والنهارده ضيوف. النهارده اول مره نيجي لاختي فانا هسامحك يا ابو محمد عشان حنيتك عليا. ربنا يخليك ليا ويخليكي ليا. والله كان نفسي اكب عليك. ده شجره واتنين ليمون بقى. هات لهم شجره. هات لهم شجره. بتحبني يا علي؟ بتحبني يا علي؟ شجره واتنين ليمون. بتحبني؟ ده اكيد. يا غيره شويه يما. ده اكيد. انت ام الغالي يا شيخ. طب ولو مش ام الغالي؟ لا لا الا الله. بسم الله ما شاء الله. تلعب في القصه يا ميدو. بصوا يا جماعه انا اكلت اثنين كايزر وواحد فينو محمد ايه؟ نص فينو. فحرام ان هو اكل ده كله ويبقى خسران وخصوصا ان انا كنت هنسحب. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان خاطري وصل ال 100,000. علي صوتك. وانما عشان خاطري وصلنا ال 100,000 حبايب قلبنا. وحط لايك والله عشان تعبي. حبيبي سلام تعبك يا قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز انام. باي باي.